السلام عليكم. طبعا الاتصالات عن بعد من اهم مجالات الحياه اللي يهتم بها الانسان عبر العصور، فمنذ قديم الزمان كان الناس يتواصلون فيما بينهم باستخدام الرسائل، وهي الرسائل كانت تحمل معلومات عامه مو بشكل خاص، ما تتمتع بخصوصيه عاليه، وكانت من اهم هذه الرسائل اللي تكون بشكل عام، يعني ما تتمتع بخصوصيه خاصه تميزها عن مثلا تواصل شخصي او غيره. بعدها بدأت تتطور وسائل الاتصال وتقنيات الاتصال إلى أن وصلت إلى التلغراف، واللي مكننا من إرسال الرسائل بمدى أوسع عبر العالم، وبنفس الوقت بدأ يحمل معلومات أكثر شخصية من الرسائل، واستمرت بالتطور والتطور إلى أن وصلت إلى الهاتف السلكي، واللي مكن الناس من الاتصال الصوتي والتواصل مع بعضهم، مكنهم من نقل معلومات أكثر شخصية. وبعدها ما كانت يعني كل الشخصياتها شخصية، بحيث تعمل أكثر شيء معلومات عامة، واستمرت بالتطور إلى أن وصلت إلى الصورتين الرئيسيتين اللي موجودة هسه عندنا حاليا، اللي هي صورة الاتصالات عبر الهواتف الجوال اللي نستخدمها كل يوم، ونفس الشيء صورة الاتصال عبر تطبيقات المحادثة عبر الإنترنت على شبكة الإنترنت، واللي تتمتع بخصوصية تكون أكثر بهواية من اللي قبلهن. بس نفس الشيء بعدها تحمل طابع عام، لأن أكثر هذه الخدمات تكون معرضة للاختراق والتجسس وغيرها من الأمور اللي قاعدة نعاني من عندها. فطبعاً بديت أفكر، بما أنه أنا مبرمج حاسبات وبرمجت العديد من البرامج الخدمية، بديت أفكر بطريقة أنه ممكن أوصل هذه الخدمة بطريقة تكون ما تحتاج سيرفيس بروفايدر مجهز خدمة، وبنفس الوقت ما تحتاج إلى تكلفة. أكيد يعني الناس كلها تباوع أنه هذه الخدمات هي إيجابية بالكامل وما تحتوي على سلبيات، لكن بالحقيقة وفعلياً هي تحتوي على كثير من السلبيات. أبسط هذه السلبيات أنه ماكو واحد من عندنا بفكر في يوم أنه يكون عنده وسائل اتصال مجانية بالكامل، ويكون السيرفيس بروفايدر هو نفسه، يعني مجهز الخدمة يكون هو نفسه مجهز خدمته الخاصة، بما في ذلك بشركته بمجال عمله بالدائرة أو الشركة، ونفس الشيء للاستخدام الشخصي. طبعا بديت افكر بالفكره، واول ما خطر ببالي انه استخدم نفس التقنيات اللي مستخدمه حاليا طبعا بالاتصالات عبر الهواتف الجواله، لكن هذه التقنيات كانت جميعها تحتاج الى اجهزه بث واستلام معقده، وانا اللي ردت افكر به انه اخلص الناس من الدفع تكلفه الاشتراك، بنفس الوقت يمكن هو انه يتحمل ماده التكلفه الخاصه ويكون هو سيرفيس بروفايدر الخاص بروحه. فاللي بديت به انه اشتغل على هاي التقنيات، بعد ما بديت بها احتاجت اجهزه كبيره ومعقده من اجهزه البث والاستلام، ففكرت بطريقه لخ انه اقدر استغل نفس التقنيات اللي موجوده باي جهاز او هاتف ذكي لالغاء هذين الثلاث اشياء، اللي هو السيرفيس بروفايدر مال الاثنين، يعني الشخص والشخص اللي يتصل به، ونفس الشيء الساتلايت اللي حينبث عليه او القمر الصناعي اللي حينبث عليه التوك، وحول الدائره المفتوحه عبر العالم الى دائره مغلقه، بامكان كل شخص انه يتحكم بها بالاشخاص اللي يريد يتصل بهم بس. فاللي بديته انه حولت الاجهزه الكبيره المعقده الى اجهزه مبرمجه عبر اوامر، تتحول من الهاردوير الى سوفتوير، وتكون دقتها اعلى بكثير من دقه الهاردوير والاجهزه الكبيره بنفس الوقت، وتختزل علينا اشواط كبيره اللي هو شوط البث عن طريق السيرفيس بروفايدر وبعدين عن طريق الساتلايت. فاللي وفرته هو برنامج سيرفر يتنصب على جهاز واحد مثل الحاسب اللي معروضه قدامكم، بعدها حتنبث الخدمه هاي اللي هو السيرفر الموجود عبر تقنيه تتحمل مثلا على موجه بلوتوث او راوتر، بامكان اي شخص وبكل سهوله يستخدمه عن طريق جهازه الشخصي اللي موجود مثلا بالبيت او مجال عمله او شركته. مجرد ينصب السيرفر الرئيسي على الحاسبه او اي جهاز يتمتع بهذه الخدمه، بعدها حيقوم بتحميلها على الموجه اللي يريد يستخدمها، سواء كانت بلوتوث او وايرلس مثل الاجهزه مال الراوتر اللي موجوده عندنا او غيرها من التقنيات اللي ممكن يستخدمها. بعدها مجرد ان يتصل به الاشخاص اللي يريدون يتصلون، يكون هاي الشبكه مثلا مال واي فاي او مال بلوتوث، حيتمكنون من الاتصال مع بعضهم ومع مجهز الخدمه نفسه. وطبعا تمتعت بتقنيات عاليه كلش، اهم هذه التقنيات كانت انه ممكن بنفس الوقت يتصل اتصال فيديوي وصوتي وكتابي بنفس الوقت ومن خلال نفس الخدمه، وبدون الحاجه الى تثبيت اي برنامج على جهازه، فقط البرنامج يتثبت على الجهاز الرئيسي
وممكن بعدها اي واحد يتوصل الى يوصل الى الجهاز هذا الرئيسي كأنك عليه ممكن يستخدم هذه التقنيه بكل سهوله. ثاني خدمه اللي هي موجوده به انه هذا البرنامج حيكون بدون اي سيرفيس بروفايدر او شيء، بحيث انه انت تكون مزود خدمتك بنفسك وتقدر تحددها على الخواص اللي تريدها. من اهم النقاط انه هي سهوله تكاملها مع وسائل الاتصال اللي موجوده حاليا، بحيث ممكن تزودها الوسائل الاتصال الموجوده حاليا عن طريق الابراج وغيرها بنفس الخدمات اللي تتمتع بها وكل سهوله. وطبعا من الفيتشرز اللي موجوده به انه هو ممكن يزود تقنيات البث بالصوره والفيديو بدقه عاليه وجوده عاليه اللي هي الفول اتش دي كواليتي معروفه بها، ونفس الشيء اللي هو ستريمينج لايف وذ دي في ار، وذ دي في ار طبعا ان تايم شيفتنج اللي هي من التقنيات الحديثه اللي تكون البث مالتها اسلس واسرع بهوايه من التقنيات اللي مستخدمه حاليا. وبنفس الوقت تحتوي هذه الخدمه على امكانيه واللي هي جنريتنج ديفرنت فريكوانسيز افري ملي سكند، واللي هي هاي من اهم الخواص مالتها انه هو حيغير الذبذبات اللي حتنبث عليها موجة الاتصال هاي كل ملي ثانية، لتجنب اختراقها الموجة اللي تتحمل عليها نفس البيانات هاي، البيانات الصوتية أو الفيديوية أو الكتابية. فاللي صار عندنا هو اختصار أول شيء للسيرفر اللي كان موجود، السيرفرات العملاقة بحيث تحولت إلى بروغرامينج كود حتتحمل على سيرفر، واللي السيرفر يكون برمجي منصب على حاسبة تدخل عن طريق فلترات، هاي الفلترات تقوم بتسجيل وبعدها بث الصوت بإمكانية جدا عالية، وبعدها حتتحمل على شكل موجة بالبلوتوث، جهاز البلوتوث أو الوايرلس المستخدم عندنا مثل الراوتر. فاللي أحب أوصله من خلال فكرتي هاي، طبعا أنا عانيت من هواية أشياء تطبيق الفكرة اللي كان أهمها عامل اليأس والإحباط وعدم توفر الوقت الكافي لتحقيق هاي الفكرة، وبنفس الوقت كان العامل الأهم هو عدم وجود الدعم الكافي لتطبيق هاي الفكرة وتحويلها على أرض الواقع. فبديت أشتغل به ووفرت كل جهدي حتى أشتغل به، بما في ذلك الوقت واستغليت كل وقت فراغ عندي حتى أبدي أشتغل به، وواجهت الكثير من الصعوبات. فاللي تعلمته من خلال هاي الفكرة إنه ماكو شيء اسمه مستحيل، لأن المستحيل هو اللي صنع البشر ويحاول يبرر به حالة الضعف واليأس اللي تسيطر عليه والانكسار اللي تمنعه عن تحقيق أحلامه. لذلك علينا أن ننسى فشيء اسمه المستحيل ونفكر فشيء أشمل لكل مصطلحات الحياة العصرية والحديثة اللي هو مصطلح اللامستحيل. شكراً.